السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا في صحه جيده، وكنتمنى يا ربي ييسر الوليدات الجهاوي، ويا ربي تنجح الوليدات كاملين في جميع المستويات. وهاد الايام الكبيره عندك يا ربي يا ربي تفرح الامهات، مساكن اللي عام هما كيمشيو وكيجيو عام هما راه ماشي ساهله. يا ربي تفرح الجميع، يا ربي واللي كيتمنى شي حاجه يا ربي تنولها ليه. هنا راه غنشارك معكم روتين ديالي، وغنشارك معكم دوك البرارد اللي شفتو في الاول، هادوك راه كانوا حالتهم البنات، راني كتغرميهم. انا غنقول لكم شنو درت لهم باش ولاو هكاك جداد وغديوتي البنات، ودوك البرودويات اللي كنخدم بهم هكا كيسهلوا عليا الشقه. المهم غنشارك معكم واحد الروتين زوين غادي يعجبكم ان شاء الله باذن الله. ونشكركم، انا شكرتكم في الفيديو، غنشكركم دابا ولله يخطيكم عليا، والله يحفظكم يا ربي يعطيكم منويا في خاطركم، يبعد عليكم شر المرض وشر الخلق. ونخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. اول حاجه يا البنات كالعاده الفطور تندير الفلاش شعل ضوكم ان شاء الله في هذا النهار يا ربي. اول حاجه البنات تنضرت الفطور، عمرت هاد البريرات الصغيور صافي، وسخنت يا البنات واحد هذيك الكرواسه كانت عندي في الثلاجه سخنتها، كنديرها في القلايه كتخرج بحال يلاه يلاه خارجه من عند سمعوا شنا. درتها ثلاثه هكا حيت كانوا عندي الناس وبقات ليا، ودرتها في الثلاجه وكنجبدها كنسخنها، وزيت العود والزيتون. انا ملي يكون اتاي خاصنا نزيد العود، كيعجبني مع اتاي، واخا كناخد غير نص كاس اتاي ماخدش بزاف صافي. وخبيز البنات وفطورنا هو هذا. ومشى مصطفى جاب ليا لانشوبه لقاها جديده، جاب ليا جوج كيلونس ياك كيلونسي، وغادي نقيها نحيد لها السنسول باش نعمرها نديرها شركات، وغادي ندير غديوتي وغنشارك معكم البنات البخضويات اللي ديما البنات كيقولوا لي كاع ما درتي معانا. انا غنشارك معكم بخضويات اليوم ديال العود وديال باش كنرش الزربيه وكنشطبها. المهم خضويات زوين باش كنرش الطلامط كيسهلوا عليا الشقه، انا اصلا كنطرف في الدار في الليل ولكن الصباح كنمسح الغبره وصافي. المهم النهار تاعي غنشارككم معكم ان شاء الله باذن الله، وخليكم معايا وتشوفين. وهنايا البنات دزت باش نصايب الغدا، شديت الفلفله غسلتها، هاد الفلفله رجعت معايا من درب السلطان، صراحه لونها كيعجبني وهي راه حلوه وبنينه بزاف، الا لقيتوها خذوها. هنا شديت الفلفله حيدت لها الزريعه، بغيت نعمرها بالروز، وكاع داكشي اللي غادي نصايب حطيته حدايا. مثلا غنشد خيزو غادي نديرو مع الليمون، وغادي نجيب المشماش حتى هو غنديرو مع الليمون، والسردين لما هذاك ماشي السردين لانشوبه ما قدرتش البنات نديرها كامله، نحيد لها السلسل كامله حيت فيها الرقيقه صافي وعييت ما قدرتش صافي. درت النص شركات حيت المنظر كيبغيها شركه، وحنا درناها لانها كصينه كتجي بنينه الصراحه. وختي سد البنات خيزو حيت ليه القلب، وصراحه بالمات كنديرو بالقلب، بعد ما كنحيد ليه القلب كان هكا شويه غليظ، وقطعته رقيق. وغادي ناخذ ربعه الليمونات، تما راه عندي 8 ربعه الليمون، هاد الليمون راه حلو سكر شفتو بخمسة دراهم فن. غنحيد ليه القلب بس ونقطعو طريفات باش نطحن خيزو هو الاول مع الليمون، ونديرو يبرد في الثلاجه، والعصير غندير ليه الماء يبرد ونخليه هو الاخر اللي حسن بغي نحط الغدا، عاد نخلطو هكا عاد نطحنو. زعما راه بعض المرات كندوز معكم الهضره وكنجي نتفرج في راسي كنلقى راسي غالطه بزاف د الحوايج، والله ما كنعرف التركيز ما بقاش عندي يا البنات، والله الا ما بقيتش كنركز مع شي حوايج ما بقيتش كنركز. بالنسبه لليمون حيدوا لي العظومه، داك ما قالت لي واحد الاخت واش كيجي مار اطلاقا؟ واش كيجي مار؟ كيجي بحال هكا على يدك وعصر الليمون على يدك، غير تكون طحانه كما قلت لكم زوينه كطحن مزيان. بالنسبه لها الطحانات انا واخداها مع الدوادوكس زوينه كطحن مزيان، غير هو الانسان يضرب ويهز يدو يضرب ويهز ماشي يبقى يشادها، فهمتوني؟ راه كطحن مخير ما كتخليش ليا الطروفه صافي. هنا غادي نزيد البنات الماء، الا بغيتوه بزاف جاري خليو الماء كثير، الا بغيتوه بحال العصير انا لا، انا غندير الماء اللي غندير في الاول غنطحن به كل شيء، هانتوما غتشوفوا من كيفاش غنطحن صافي. وغنديرو في بانيو ونديرو في الثلاجه، وغندوز نقطع البنات الربيع وغندير فيه العطريه العاديه ديال الحوت. بالنسبه للبنات قالوا لي واش الثومه كتسمم؟ راه والله ما عندي شي فكره، انا كتجيني هكا عمليه كنشد كنطحنها وندير معاها الملح وزيت العود، المهم نخليوها مغطيه بالزيت ما كتخسرش، ولكن واش كتسمم في الثلاجه ما عندي حتى فكره.
قالوا لي غير الاخوات هكا في الفيديوهات في التعاليق، هذاك الشيء ما عنديش انا فكره عليها واش كتسمم ولا لا، الله اعلم البنات. وهنا غادي ناخذ الحوت وغادي ندير ليه العطريه، وداك اللي بقى البنات صين راه كندير ليه شويه ديال الثومه، ندير ليه شويه الكمون، ندير ليه شويه ديال الملحه وشويه الخرقوم وشويه الخل ديال الحامض، وكنخليه مرقد فيه. راه كيجي بنين واحد البنه ما نقولش ليكم، كيجي فن. سمحوا لي راه ضربني البرد هنا، راه كانت جات ريحانه. ايوا البنات جات مخاصمه في المدرسه، انا واخا تقول لي ما جبدتهاش راه ما كنتيقش، حيت الدراري الصغار كل واحد كيبغي يبين راسو راه هو ما دار والو. المهم هنا كان خاص يمشي معاه شي حد، قلت لمصطفى سير معاه، قال لي ماشي انا اللي مقيد رقمي، خاص ولي امرها اللي مقيدها، وهو با ومشيت عنده. كان جا وما كي باقي ما المهم الحمد لله البنات كيسولوني ماشي كي الاول، الحمد لله بزاف بزاف بزاف. ومشيت عنده قلت هذه، قلت لي راه ريحانه خاصني نمشي معاها راه تخاصمات، ويقول لي واخا نمشي معاها، ومشى معاها صافي. وهنا كملت البنات الغدا، درت لاصوص ديال بنت مطيشه وزدت لها العطريه اللي في الروز، درتها تما شويه المعدنوس شويه الثومه وشويه ديال الابزار وشويه ديال التحميره شويه الخرقوم صافي. وغادي نعمر دوك الفليفلات البنات، بالنسبه ملي تحيد لهم دوك الطريبشات ديالهم شدوهم خليوهم، وملي تتعمرهم شدوهم بالكيردون هكا كتضمنوا انهم ما غاديش يخرجوا لكم في لاصوص ويتفرقعوا. غير هو خليه شويه الفلفل ما مدكساش، حيت داك الروز كيتنفخ مازال ملي كيكون طيب طيب كيتنفخ وكيفرقع الفلفله. هنا راه حتى وحده ما تفرقعت ليا هكا كلها ولا، وجا زوين جا بنين بزاف بزاف صافي. درت الزيت رديت مطيشه كتشحر، وغنبغي نشكر خواتاتي بزاف والله الا ديما غنبقى نشكركم وحق الله على وقوفكم معايا والهلا يخطيكم وتعاليقكم الزوينه، الله يحفظكم يا ربي ويعطيكم مناويين في خاطركم والهلا يخطيكم عليا. لا راه الحمد لله كاين شي اخوات مسا كيقول لي واش رجع، راه فاش صورت معكم الفيديو راه كان رجع ديك الساعه، ولكن دابا الحمد لله مابقاش كيتعطل بعدا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله صافي. ولا ملازم هكا الدار ماشي كيما مولف ديما ديما ديما، ولكن الحمد لله الصلاه والقران والهضره معانا كتجيب شويه بشويه، حيت يلاه بدا ياخذ دواء عاوتاني ان شاء الله باذن الله ما غاديش نقطعوا ان شاء الله. بالنسبه واحد الاخت سولتني شنو سميت ديك المركز، مركز البيان للرقيه الشرعيه، اللي عارفه تقول لي شنو كاين. راه كاين البنات في الطريق ديال اناسي اونفاس، مع ماشي اونفاس كاين تما جيت استوديو، ما عرفتش داك استوديو باهيه ولا ما عرفتش داك استوديو اللي كاين تما. المهم حكيت فوتو كوكا شويه، راه قلت لكم داك الاستوديو شنو سميتو غنسيت عليه دابا، الله الا مشى لي من بالي. صافي هنا كنقلي في الحوت والغديوه هي وجدات بزاف، مره كنطلع على داك المقيله باش ما تحركش ليا، وهادي هي غديوه اللي كنموت على هاد الغدا كمن هو هكا تيعجبني صراحه. المرقف لقيت الصاد ما كنبقاش نبغيها وصافي. وشكرا لكم بزاف بزاف على الوقت اللي كتاخذوا من وقتكم وكتشوفوا لي فيديوهاتي، الله يعطيكم مناويين في خاطركم صافي. ودابا اخر حاجه هو العصير، هنا راني قطعت البنات الليمون كيشتو كانوا عندي 8 قطعت 4 وخليت 4، 4 رخاي الزوق و4 العصير، وزدت عليه المشماش. وهنا كدير قرعه الماء في الفريكو باش يجيني العصير بارد، كيبقى هو الاخ وما بغا تقط تحل لي هادي شي نحل القرعه باش نطحن بالماء بارد باش يجيني العصير بارد، باش بلا ما نديرو كاع في الثلاجه ياك. والله يسمح لينا اللي كتوحم حقا، انت وحده كتوحم كلشي ولادهم كبروا صافي. هي قلت هذا هو الغدا ديالنا طاب، هنا شد طويسلات باش نحط ليهم هكا الروز مع الفلفله، حط ليهم وحيده وحيده وديك الساعه اللي خصو غنزيدو. شوفوا لاصوص كان بزاف نشف شويه شويه فين تديرو داك الروز وصافي. المهم هو هذا هذاك اللي زوين وكل شيء زوين، ولكن شوفوا راه ما حركش، ولكن راه بقيت مره كنحل المقيله حيت هو راه مع لاصوص راه كتحرك شويه كتلصق، بقيت مره كنحل ديك المقيله وكندير بالمعلقه هكا كحله كنزعزعها شويه شويه شتو حتى شويه تما. هادي غديوتنا واللي ما كاينش راه نخليو ليه حقه، واللي حاضر راه غادي يتغدى يا البنات صافي. غادي نسالي نرتاح واحد شويه حيت كضرني رجلي بالوقوف، نرتاح واحد شويه نوض نجمع كوزينه ونشارك معكم برودويات اللي انا بصراحه كيسهلوا عليا الشقه بزاف، سوا الزربيه سوا الطلعمط سوا اي حاجه نشارك معكم كلشي. ما درتش البنات شلاضه حيت مطيشه اللي كانت عندي درت بها لاصوص، ما درتش شلاضه شي مشكل، المهم شويه بركه.
هنا كانت عندي واحد الفليفله كانت بغات تخسر، قليتها، ولكن راك حركت ماشي قليتها. والخبز اللي كنسخن فيه في البانيني، اللهم اديم هنيه محفظها من الزوال. نوريكم العويصير، غير يكون عندكم الطحانه كطحن مزيان، راه ما تعصروا ما حتى حاجه، راه داك الجلوف ديال الليمون ما كيبقاوش، ولكن الجلفه البيضاء كي قلت لكم قبيله تحيدوها، هذيك هي اللي كتمرر العصير، راه كيجي فن هذا العصير، كيجي زوين بزاف. يلا نتغداو ونرجع نتلاقى معكم ان شاء الله. يا شنو نسيتي يا مطنقه؟ نسيت خيزو الليمون اللي كنحمق عليه. غنمشي نحطو ورجع معاكم. ها هو يا البنات اللي نسيت، وانا راه كنحمق على خيزو الليمون. شوفوا بغيتوه مطحون بزاف بحال العصير، طحنوه مزيان وجريوه، يعني يكون مطلوق. بغيتوه بحال حكيتو في الحكاكه، ديروا المقليل والليمون وخيزو يكونوا شويه اكثر من الماء، باش يجيكم بحال هكا تاكلوه بالمعلقه. انا كنبغي بالمعلقه، ما كنبغيش بحال العصير. هذا الشيء اللي كاين حتى انا كيعجبني بزاف. هنايا البنات راني خرجت في الحقيقه باش تقضي واحد الغرض في واحد الاداره، عرفتوا ملي كتمشيو لشي بلاصه بحال هكا عرفوا غايد عليكم النهار كله. تعطلت مشيت لهذيك المصحه، ماشي المصحه، هذاك ديال الضمان الاجتماعي، اش كيسميوه، المهم المكتب ديالهم، حيت حنا موقفين التغطيه ودابا كنطلعوا نهبطوا على حساب الطبيب. عمر لنا داك الوراق ديال المرض المزمن، وخاصنا نبقاو نستافدو على حساب التغطيه هكا، يبقاو يردوا لينا ما كيرجعوا لنا والو. ندوزو تدويزه الفيزيتا البنات والدواء وكل شيء، ما كنرجعوا والو، سواء هو سواء انا، من يوقف على الخدمه حنا عندنا مشكل. دابا راه باقيين كيرجعنا دابا على حساب قالنا الطبيب راه عدو هذا المرض المزمن راه خصو يستافد. المهم مشيت انا ومصطفى وجيت معطله، صافي جيت حيدت الماعن ما غسلتهمش الصراحه، خليت كلشي فوق الطبله ومشيت. جيت البنات حيدت الماعن درتهم في الماكينه، واللي تغسل غسلته بحال ديك الكوكوط كانت باقا لي بلا غسيل، الكاميله وداك التخربيق. ودابا راني غادي ندوز نمسح البنات هذوك قراعي تاع طري، حيت ملي كنخدم فيهم كل نهار خصكم يتمسحوا. عرفتوا باش كنمسحهم؟ كنمسحهم بالماء ديال الزاج، هما والحيط تيخرجوا كيشعلوا. الماء ديال الزاج البنات فن، شعل الضو باش تشوفوا معايا. باقي غادي نمشي للصالون ان شاء الله نقادو، نمشي وحده القراعي هنا نرش على البوطه، باقا ما غسلتهاش، نرش عليها ونخليها من بعد على ما نكمل هذا. نرش عليهم هكا شويه وندوز هاد الماء بعدا ديال الزاج. هذا راه شريتو ديال العباره البنات، صراحه زوين بحال فيه الصابون، عرفتي كنمسح به القراعي الحائط، هاد القريعه ديال السكر كيخرجوا كيشعلوا. والله هي البنات اللي كيخرجوا كيشعلوا، كنهزهم بيدينا ضروري خصهم يتمسحوا مورا ما نساليو هكا الماكله، والله يوليو معلكين. بقيتش بدلتهم البنات، خليتهم قلت خليهم تيتهرسوا ولا يتفرموا ولا، وديك الساعه يحنوا. هانتوما هادو حتى هما كندير لهم هكا واحد الرشيشه خفيفه، كنت كنظن نغسل فيهم الخويهم من الزيت ونغسلهم الساعه، هذا نفعني معاهم. صافي دابا نصيب واحد الحليوه ديال الليمون هكا الفطور، ساعه مابقاش ليا الوقت. يلا يلا نسال. هانتوما يا البنات شوفوا كي رجعت، صافي نجبد الاخرين حتى هما. هانتوما شوفوا هادو شحال ولاو نقيين، هادو باقيين واخا في الحقيقة هادو ما جبدتهمش، ولكن مع القلي الحقيقة راه صدقو ما كيتقشروش، انا قلت بالزربة غيتقشرو الساعة مزيانين. وما غاليين شي البنات، هادو راه بخمسين درهم، ستة بخمسين درهم. هانتوما دابا غادي نرشو على هاد الزليج اللي على البوطه وغنمسح، حيت ما عنديش فيه داك ليدام، داكشي علاش رشيت غير هذا، كون كان فيه الزيت طاير غادي نرش الاخر ديال الدهون. هذا غير على حساب باش يعطيني واحد البريه. الزليج الا كان الزليج عندكم نقي مسحوه غير بالماء ديال الزاج، والثلاجه من برا حتى هي راه كتجي تخرج كتشعل. وندوز لهاد البوطه، عرفتو راه جابو ليا حيت كانت البانيني خسرات ليا، غنقول لكم باش خسرات. انا كنحيد انا كنرجعها انا كنطفيها وعاد كنحيد البريز، وهما كيشدوها يا البريز، ما عرفتش انا شكون، حيت اللي كتسولو تيقول لك ماشي انا،
الدريه الصغيره واش الكبيره الله اعلم. ايوا تحرق بحال تحركات ما بقاتش كتسخن، واخا كندير نديرها في الضو كتدفى غير دافيه ماشي سخونه، يعني ما ما دير لك والو، ما تسخن لك ما طيب لك. هاد البيضه الصراحه نقولش لكم كتمحنش بالزربه كتمسح حتى هي، نديرو لها الماء الزاج باش ما تقلقش. شاف هذيك اللمعه اول مره كنديرها البنات ما عرفتش راسي وما قال ليا شنو، غنبقى نرش الرش ندير شي كارثه. صافي غنشف دابا. ها هي البنات راه شوفوا هذه بقى ما حليتهاش كما قلت لكم، كاينه هنايا سبيراتو اللي قال لها الرست اللي تحرفت ليا، والباني اللي خسرو هاد بو راس ولا لا 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 ما تنقيساش انا دابا. لا اللي اللي ما تنقيساش ما كتسخنش الخبز. الله يمسخك ما تنقيساش انا. الله يمسخك يا وليدي، عمرك ما سخنتي الخبز؟ ما تنقيساش عمرك ما سخنتي الخبز؟ عمرك ما سخنت الخبز؟ ناري هذا وحق الله الا شنو نقول لكم؟ يقول لك النكر نيبات في الحس ياك اخويا نكر ما بغيتش بقا تسخن قريه في بزاف وماشي انا، وانا كندور على شنو عرفتك كدور، حنا ما بغيناش نستثنيوك ولا ندخلوك مع الجماعه. لا اتهامات راه واضحه لمن شكون اللي كيعصب القرده القرده كتكون زبانه مع الصباح كتحيد الفريز. لا عرفتي راه ما كان راه كندير فيها باش نبغي نسخن، ما سخنتش فيها كمباشره ولا عرفتي مخلياها جديده، ولكن الغلط اللي قلت لكم سوا البلانش البنات سوا الفانيلي اي حاجه اي شوفوا التيستو التيستو اللي كنتو مخدمينه وجيتي مصطفى حيتي الفريز شنو يطرى عليك؟ اليوم ما يخسرش غدا ولكن كيخسر مع المده، هو راه داكشي ديال الطو. انا والله حيت ايدي بوحدي ملي ما كانوش الدراري كانوا صغار كانت شحال شي كاع ما كتخسر. باقي عندي واحد الميكسور ملي كنت انا باقي صغير في الصحراء وباقي عندي ديال البران. اه باقي عندي شريته ب 7000 ريال كنقول لهم حل لي اخويا نظريني يلاه ما نقدر نحلي هاك، كنقول لهم هات واحد ميقيسه ودابا خليها فهمت وحلا حيت شريتو كانوا ميكسورات لي كانوا فهمتي ديك الساعه عليهم الشان ويلي ويلي اللي عندهم ميكسور شنو كنخدم بيه ونخزنو ونمسحو وراه باقي حد. ها هي البنات ها هي الفاميلي ديالي مسكينه، انا وراه لكم من الداخل شتو باقا نقيه وزوينه، كنت كنفرش لها كواغيط الا كان مسمن الا كانت شي حاجه هكا اللي ملي فيها ليدام كنسرح لها كندير لها داك الكاغ ديال الزبده صافي المجير ديالها تنخدم ان شاء الله تنخدم. ولا بغيتي تحولوها حتى بحال شويه كاين واحد البطونه في الجناب حتى هو كتسرح كيدوز معاكم. غنشوف اخويا هذيك لاسبيراتور. ها هي البنات راه صيبوها ليا، ها هي ديالتي عقلت اللي قلت لكم راه تهرسته وريتها الاخوات هكا مهرسه هي هذه. دابا انا غادي نخدمها، هي راه كانت خدامه راه واخا تهرسات كنت كنوريك عليها كتخدم كل شيء، ولكن غير ما بقاتش كتزقى في العصيه ديالها حيت دوك الخيوطه اللي كانوا ما بين هذه وهذه كانت هرس من هنا مصطفى. انا غنوريكم الفيديو حيت كتصورت لهم فيديو، نوريكم الفيديو بحيت لقيتش عاقله كانت هرس من هنا من هنايا البنات كانوا بقاو الخيوطه اللي كانوا تقطعوا صافي وعاودوا صايبوها ليا. شوفوا يا البنات مصطفى اش داير، شوفوا الزباله ضوي ديش مع هاد الشله عكس الصالون. هيا انا غنشطب بهادي نيت صافي ونكمل دابا الصالون في الشطاب ونمشي للمريح ونجفف. هانتوما يا البنات دويزه بحال كتكذبوا، والله النهار اللي خسرات ليا البنات والله ما قدرت نشطب بهاكا بالشطاب وما قدرتش، مشيت جبت ديال تمي هي باش شطبت. وهانتوما الزرايبيه شتو واخا ما حناتنيش كان يقول لي الاخوات توحلي معاها، دابا راه حيت واخا هكاك ما كناكلش هنايا ما كنجلسش هنا كنجلس في المراح، ملي كناكل كنسالي كنشطب، يعني ما عنديش داك المشكل ديال وما عنديش الدراري الصغار عاود، يمكن الدراري الصغار اللي كانوا على طبيعة الحال البنات راه الدنيا كثر والله يحفظهم هكا راه تيبقاو يمشيو هنا ويمشيو هنا ولا يهزوا خبيات ياكلوا هنا وياكلوا هنا، هذا كلشي بعقله كلشي كيجلس ياكل في الطبله وكينوض مره واحده. شتو بحال بحال الحمراء غير هادي زيد على الحمراء شي حوايج فيها ج لا ما تسمعونيش، هي راه بحال بحال الحمراء يدوزت لكم غير هادي زيد على الحمراء في شي حوايج في الجفاه الجفاف فيها الاكسسوار اكثر من الاخرى وزيد عليها في الثمن بطبيعه الحال تقريبا دايره شي 1800 مع 1750 يمكن هذا هو الثمن ديالها، واخا تقريبا دايره 1200 باش دوزتها ممكن ما كنعقلش على الاثمنه غير سمحوا لي، ولكن حتى الحمراء في النت هي كتشطب واعر. دابا نخلي لكم بالنسبه للاخوات اللي باقيين كيسولوني علاش حطيتها اخر مره
غنخلي لكم الروابط ديالهم والثمن ديالهم وديروا مقارنه. كاينه هذه كاينه هاد الكحله اللي فيها هاد الذهبي وكاينه الحمراء وبجوج لو مارك توريس من موقع وادوكس. صافي البنات غنوريكم هذوك لي برودوي. هذا راه ديال العود، انا غنمسح به دابا العود البنات مغبر شويه، كنمسح به داك الكادر هذاك في الصوره اللي عندك عندكم الصواني معلقين ولا كترشوهم كيخرج العود كيشعل. وهذا يا البنات كنمسح به هكا كنرشو على طليمطات وكندوز بزويف، هو راه ديال السيكان سبرديلات الكنابي اي حاجه عندكم زوين. وكنرشو تاع على داك البيض ديال الزربيه، انا غادي نطح ليا داك طاحت ليا المبيخره وخلات ليا الحموم، انا غنمسحو دابا. وهذا بحال هذا الا ما لقيت، هذا بحال هذا الا ما لقيتوش، هذا الا ما لقيتوش هذا حيت هذا الصراحه ما كيكونش بزاف، انا جبتو من سباته. خذوا هذا راه موجود، مهم بحال تقريبا الثمن 13 درهم، وتا هذا واقيلا تخديت انا جوج ب 29 درهم، ها تقريبا هي هذيك. صافي يلا انا غادي نمسح، هانتوما معايا هانتوما شتو طاحت ليا المبيخره كيبان لكم تما كحل. هانتوما الرش هادي رشيت هذا ولا الاخر الاحمر كي قلت لكم، وغنمسحها خفيفه كيبقى واضح. هانتوما هاد البيض انا مره كندوز عليه باش ما يتوسخش، اولا ديروا الغلاقه الا غديروا لك التنظيف العميق، غلاقه ديال الطنجره ولصقوا فيها فوطه ورشوا مسحوها، كتجي سهله ماشي كتبقى محدوده غير في بلايصه هنا، لا كتكون ديك الدواره ديال الغلاقه كامله كتمسح. صافي عندي بلاصه اخرى تما حتى هي، وهذه البنات الصندريه ديال العود حتى هي غنرشوا رشيشه خفيفه ودوزها، عرفتوا راه كتخرج كتشعل. هانتوما شوفوا كانت كتبان نقيه، عندي الغبره هكا واخا نضل نمسح، انا هذه الغبره من الشراجل مع انني كنسل. صافي البنات راني كملت الصالون، شديت معكم غير هاد الجهه الاخرانيه، صافي ضربت عليه المسيحه ها هو رجع كيشعل. هاك عاوني مصطفى الله يرضي عليه، هو اللي كيمسح انا كنجي نصور. لا ماشي مشكل، عاوني درنا هو تقريبا دار اكثر من النص وانا درت شويه، كيجي مصطفى ولا كيشعل؟ لا ما غاديش فن، انا راه قربت تقاد لي خاصني نوصي عليه اختي قلت تكون كاسه نهيله ونعاودوا نديروا هاد الطليمطات نجبدوهم انا وياها. بطبيعة الحال مصطفى كيعاوننا. وصافي البنات هذا هو الصالون بعد ما طرفتو، غدي يصبح ليا منظم ومقاد ما نوحلش معاه، منوضنيش الكوزينه والعجينه كيعجبني هكا نشقى في العشيه، ماشي الليل هذا راه يلاه المغرب البنات. صافي نسالي دابا ونجلس، نتوما طرفت والتليفونات ما تديوش عليهم، والزريبيه هيا كيخرجات شتو شطبتها بنات على مزويناتها. صافي بقى لي دابا غير نشطب، عرفتي شنو درت؟ كنت غنطيح هادي اللي يلاه جبت اللي صايبو ليا، دابا نشطب غير المريح وصافي نجفف. وهذه البنات الحمراء اللي كدوزت معاكم اخر مره هي هادي، هي ها نتوما وريكم كتشطب مزيان. شوف صافي شد هاد الشيء على الزربيه عامره، شنو دوك المقاطي البيضين ولا هادوك ولا؟ هادشي ديال الخبز حيت كناكلو في النهار، ما كنا مقرفين به بالبوله. صافي البنات هانتوما شوف شطبتها ورجعت عليها مزوينتها. بالنسبه للشارج اخوات اللي سمعوا على الشارج كتشد لي هنا سيمانه تقريبا، فيها هاد الكولوار وفيها هاد المريح هذا وفيها البيت الصغير، فيها البيت الاخر البنات فيه زربيه مزغبه ديك الكحله مزغبه، هذوك المزغبات راه كتشطبهم واعرين والله، هذوك ما تفحلش ما تسوسوهمش، وفيها الزربيه ديال الصالون. صافي ايوا حنا المهم انا درت غير تخميله خفيفه للدار ماشي شي تنظيف عميق، حتى كتكون نهيله جالسه عاد كنخملها، عاد كتخدم نهيله بدوك الريوس كدير بهم البنات الخاميه وداك الشيء وصافي، هادشي اللي كاين. صافي البنات حاشاكم جبت الصال الجفاف هذا كنخليه للجليش، ملي كتكون هكا الدنيا مسخه ماشي ديما، ولكن ما تخلطوا معاه حتى حاجه، تخلطوا معاه لا جرافي لا والو، لا بغيتو شي عندكم شي معطر فيه شي ريحه زوينه ممكن حيت هو ريحته ما زويناش، ولكن الصراحه كيخرج الوسخ اللي في الجليش كيخلي الجليش كيشعل. وبالنسبه للاسبيغاتور الكحله البنات اللي تهرسات ليا كتجي مع هذه ما كتجيش مع الحمراء، كيكون فيها الشفاف ملي كنسيقو الدار كنلصقو هذا وكينشف كيخلي هكا كنشفو به الجليش، اولا ممكن هكا كانت الدار نقيه كنسرد هذا
اولا كنرش الصاني كرو كندوز بهذا صافي. الا كانت الدار نقيه ما عنديش فالوسخ بهذيك لا سباغاتور كحل البنات انا وطيحانه كطشقه بزاف غير شويه مره مره تعاوني لا انت كرفي دابا انا قد هكا انت قد هكا كنتي قد هكا كده انا بكيله صغيره انت مني انت مني كنتي قد هكا كنتي قد هكا مني كبرتي كبرتي خطره وحده هي مسكينه ضعيفه يو باش بقيت تلاحي تو انا كنت قد هكا كنت قد هكا شوفوا البنات الوسخ اللي خرج انتم شوفوا شوفوا الماء كي موسخ يبان لكم في البياض شوف شفتوا هذا راه الدار كتجفف كل نهار ولكن اليوم حيت كان القليان هذاك الشيء كنعصر لها البنات الجفاف حيت الله يضلع على يدها هي يدها شويه رقاق ما خاف على تهرس شوفي ريحانه شوفي الماء فين مشى شوفي الماء فين مشى يا ريحانه انت كتفرجي نبدل الماء والماء الثاني اللي غندير غندير فيه واحد المعطر زوين كان جابته ليا اختي كيخلي الدار الريحه ديالها كتشعل صافي نعاودو به الجفاف كرتي صافي هذا في واحد الريحه فن هذا راه عام وعدي كنديرو جديد باش يبقى ليا زوين باش تخشي في الصيف دابا غادي نرش غير واحد المقيطه هنايا هاد المقيطه غندوز بها على الكوزينه وعلى هنا الكولوار كتبقى واحد الريحه في الدار حتى الصباح ريحته زوينه بزاف هاد شوما يا بني هاد راه صوبتها النهيله دابا حيت كتبغي تدي معاها شي حاجه الصباح باش تفطر ايوا بغات حرشه دابا وصيبتها دغيا تتقطعها دابا وديرها في بواطه باش تديها غدا ان شاء الله بغيت غير نشارك معكم هاد البنيردات البنات عقلتوا على هادو يلا اللي عقل يقول لي عقلت عليهم ويكتب لي دغيا قبل ما نقول هادو يا البنات راهم دياولي كانوا عندي في الصفر اللي عقلتو كتشيتهم من عند مريم ولكن ما صدقوش هما باش كانوا في الصفر كانوا واعرين وخيسهم غاليين ماشي رخاصين ولكن خسروا كانوا ولاو كحلين من هنا وكحالوا من هنا وكحالوا من هنا اللي لداخل لداخل ولا كحل ما نكذبش عليكم والله حتى كتغرميهم صافي ولاو خايبين ما فيهم ما يتشاف تبرقعوا تبرقعوا انا نوريكم في التليفون كيفاش كانوا ها انتما يا البنات شوفوا شوفوا كي ولاو مازال هنا في الصوره راه ما باينش بزاف راه ولاو حالتهم خسروا بجوج بيهم خسروا هنا راه عاد المعلم فاش دي نسمع هاد المعلم هنا راه عاد المعلم شتو ومن الداخل كحالو نتوما يا البنات شتو كي ولاو كانت عديني تساعدة في الدار قلت لها راه غنشدو مع اللوحهم قلت لها راه ولاو خايبين ما يصلح نعمرو فيهم لا والو هي تقول لي هدايا ما تلوحيهمش كاين واحد السيد في السوق ديال الامانه البنات اللي في الازهار قالت لي راه كيشللهم انا غنشوف لك معاه داتهم قال لها 100 درهم عيطت لي قالت لي 100 درهم قلت لها حطيهم شوفوا كي جاوا والله الا اختي كانت معايا في ابل فيديو كتسحبني قلت لها راه شريتهم قالت لي زوينين فنين وبقيت شحال طالقها عليها عاد قلت لها لا راه صايبتهم راه شلاتهم ليا سعيده الله يرحم لها الوالدين قالت لي ما تيبانوش الا خسرت لكم شي حاجه صفراء ولا صينيه ولا ما تلوحوهاش راه كتشلل هما كيشلل بالصفر وكيشلل بالبيض غير هو علاش ما شللهمش هي بالصفر حيت في الاصل كانوا بيضين وتشلوا في الصفر بداو كيتبرقحوا قال لي بالبيض غادي يجيك حسن قال لها سعيده بطبيعه الحال ما انا ما مشيتش انا سعيده اللي داتهم وجابتهم لي الله يرحم لها الوالدين وصافي هي البنت هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى بعدا يكون عجبكم بالنسبه لبنات لاسبيراتور الا خسرات لكم تهرست لكم مثلا ما تلوحوهاش ولا كنتو واخدينها مع الموقع ديال وادوكس ولا شي حاجه من غير لاسبيراتور غير الحاجه اللي كتضرب في الموتور هي اللي كتكون عليهم همايا اما الا كان شي هورس هرستو شي حاجه ولا كتواصلوا معاهم تيكون واحد الثمن باش غيصايبوها لكم وحسن حسن يصايبوها حسن من الانسان يهزها ويرميها فهمتوني بحال دابا داك الغلاي داك التحساني ديالو لا تحرق ولا الغلاي الا تهرس راه ممكن تلقاو الفوقاني ديالو عدتهم المهم بحال هكا عطيتكم غير مثال كتواصلوا معاهم تيقول لكم بشحال غادي نقدروا نصايبوا لكم هاد الحاجه ودي الساعه كتبقاو نتوما على حسب الثمن بالنسبه لهذيك انا راه صايبوها ليا البنات كانت تهرسات ليا وتقطعوا الخيوطه وصايبوها ليا ماشي زعما واحد اخر الفوقاني هذاك الجديد هذاك راه تصايب وراه شتوها رجعات زوينه يلا غادي نقول لكم السلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجمعه نقدر نشارك معكم التقدير نقدر نمشي نتقدى ان شاء الله الا كتاب غدا ولا بعده
ونحط معكم التقديه وقولوا لي رايكم في هاد البريردات، جاو زوينين ياكو. درتهم في الصينيه يعني تلي في الصالون هكا، حاطه في الكيسان وكلشي. يلا غنقول لكم السلام عليكم وخليت لكم الراحه وفي امان الله.